بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم. وكلام في الطب، كلامنا دايما موضوع او نستكمل موضوع المسكوت عنه الا وهو الضعف الجنسي، المسكوت عنه تاخر الانجاب. الناس كلها بتخاف تتكلم في المواضيع دي، بيوتنا كلها اهم حاجه نسمع كلمه مبروك المدام حامل. تيجي ازاي احنا مش عارفين؟ اهم حاجه ان يحصل حمل مع بدايه الزواج. طبعا إرادة الله، ربنا هو اللي يريد إن يحصل إنجاب في توقيت معين، مش لازم نستعجل، لكن المسكوت عنه إن إحنا بنتكلم في بعض المشاكل لدى الزوج ولدى الزوجة. المشاكل لدى الزوج ولدى الزوجة بتسبب ما يسمى العجز الجنسي. العجز الجنسي ده علاجه إيه؟ طيب إيه هي أسباب تأخر الإنجاب؟ الإنجاب ليه أسباب. طيب أسباب تأخره، طب هل هو يعالج؟ هل معنى كلمة عقم يعني مفيش خلاص خلفة؟ مفيش إنجاب؟ ولا بفضل الله أو بالطب الحديث مع ضيفنا بنقدر إن شاء الله نعالج ظاهرة العقم أو مشكلة العقم أو مرض العقم، ويحصل ويسمع الرجل أو الزوجة أو الزوج أو الزوجة كلمة المدام حامل. كل واحد بيحلم إن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالبنون دايما موجودين. انت بتمشي بتبقى في اي مكان، كل اللي محروم من الاولاد دايما يبص بيتمنى وبيدعي ربنا. يعني اذا اول حاجة الدعاء، بعد الدعاء او التوجه الى الله بيبقى عندنا حاجة مهمة ده تانية ضرورية ومطلوبة، العلاج. طب العلاج احنا خدنا علاجات كتير، بعض الادوية الكيميائية بتسبب اثار جانبية. طيب لذلك احنا علاجاتنا كلها بما يسمى الطب التكميلي او الطب النبوي او الطب البديل، مسميات كثيرة. ليه؟ علشان نجاحه. نجح بس ضيفنا النهاردة اللي احنا دايما بنستضيفه في حلقات المسكوت عنه، هو احد الخبراء الطب البديل، استطاع بفضل الله تحقيق العديد من النجاحات مش في مصر، في الوطن العربي كله. صاحب سمعة كبيرة، استطاع علاج العقم وتأخر الإنجاب والمشاكل المتعلقة بالصحة الإنجابية. خبرته 15 سنة خبرة في هذا المجال، جمع ما بين علم الطب وما بين الطب البديل. صاحب كتاب الإسلام يتجلى في عصر التغذية العلاجية. ضيفنا الدكتور محمد البكري أحد خبراء الطب البديل. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور محمد، بتشرفنا دايما. ربنا يبارك فيك. شرفنا دكتور محمد. عايز أتكلم مع حضرتك في شقين. الشق الأول تأخر الإنجاب، المشكلة الأزلية أو المشكلة من أول زواج، الأم أم الزوجة أو أم الزوج من هنا أو من هنا، هو سؤال واحد. الأخبار إيه؟ في حمل؟ مفيش حمل؟ طيب دي فيها مشاكل، عايزين نعرف إيه هي المشاكل وحضرتك حلتها إزاي. الشق الثاني وده برضو من المهم جدا جدا جدا، بعد الزواج خلاص ممكن يحصل زواج ويحصل إنجاب ويحصل خلفة، ممكن الواحد يتزوج وينجب ينجب وبعد الإنجاب ما يحصلش إنجاب تاني وتحصل له ما يسمى بالضعف الجنسي اللي هي سرعة القذف، ودي بتسبب مشاكل في البيوت ومحدش بيقدر يتكلم عليها، والضعف الجنسي أو ضعف الانتصاب. فعايز نبدأ مع حضرتك إن شاء الله، أول حاجة إيه هي مسببات العقم وكيفية علاجها، وبعد كده تاني الجزء مسببات الضعف الجنسي وسرعة القذف وإزاي حضرتك عالجته. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول ان مسببات العقم هو الضعف الجنسي رقم واحد. اول حاجه هو الضعف الجنسي رقم واحد. تمام. يعني الضعف الجنسي بشقينه بقى الثلاثه، سواء ضعف انتصاب او سرعه قذف او الامر الثالث اللي هو الـ دلوقتي احنا بنشوفه وشائع دلوقتي عند الشباب، التسرب الوريدي. التسرب الوريدي. كويس. ده امر ثالث وده موضوع ثاني محتاج فيه حلقات وكتب يعني. تمام. بس طيب الـ عندنا مشكله في الانجاب، عدد الحيوانات المنويه، الحركه اللي زوجه، مفيش حيوانات منويه، يعني حاجات كتير، والمبايض او بويضات السيده دي حضرتك حلتهم ازاي؟ واحنا هنرجع لمشكله الضعف الجنسي. في اكتر من سبب لموضوع العقم. طيب. اشهر سبب فيهم واللي هو السائد على مستوى العالم كله مشاكل السائل المنوي. تمام. مشاكل الحيوانات المنويه سواء في عدد سواء في حركه سواء في الزوجه. ده ممكن يكون ما عندوش ضعف جنسي قوي، ممكن يكون قوي جدا بس عنده المشاكل دي، بس عنده مشاكل في السائل المنوي نفسه. هايل. بس
في بقى شق تاني اللي عنده ضعف جنسي، اللي عنده سرعة انتصاب، ضعف انتصاب، اللي عنده سرعة قذف، قذف كويس، دي مشاكل تانية. تمام. دي مشاكل تانية بتعمل لي مشكلة جديدة خالص وبتوسع لي في المشكلة، لأن بيخلي الطرف التاني بيبدأ يحصل عنده مشاكل. بس ليه الطرف التاني بيبدأ يحصل عنده فتور أو ما بيبقاش عنده التجاوب طيب المطلوب في ماشي العلاقة؟ ماشي. احنا دلوقتي خلينا بس جزئيه جزئيه علشان يبقى المشاهد موجود معانا. الضعف الجنسي، عفوا انا اسف، تاخر الانجاب نتيجه عدد وحركه وقله الحيوانات المنويه، كل مشاكلها عند الحيوانات المنويه. الرجل بتبقى عدد الحيوانات المنويه، احنا محتاجين الشخص الطبيعي محتاج 16 مليون حيوان منهم عشان يخلف. كويس. الرقم ده كبير، الرقم ده بيبان واضح، نتكلم بالمليون طبعا. بس 16 الرقم مليون بس الرقم ده الطبيعي، البني ادم الطبيعي النهارده اللي هو مؤهل ان هو يخلف بيبقى عنده 30 ل 35 مليون تمام حيوان منوي في طيب السائل ده. حضرتك بيبقى في ناس ما عندهاش حيوانات منويه تماما في المعدوم ده، وناس عندها عدد من الحيوانات مليون المنويه. واثنين وخمسه وعشر. طيب ايه السهل بالنسبه لحضرتك والصعب بالنسبه لحضرتك؟ بفضل الله مفيش حاجه صعبه، الله. الحمد لله بالتركيب بالشغل بتاعنا وبالابحاث اللي احنا عاملينها بفضل الله يعني احنا عملنا لما جينا عملنا ابحاث على الشغل بتاعنا، لان انسب حاجه نشتغل بيها التركيبه بتاعتنا وعشان نبدا وعشان ناخد بكل الاسباب هو العسل. تمام. احنا عاملين تركيبه كده جميله يعني موجوده على الشاشه قدام احنا حضراتكم ممكن نحط استاذنا الاستاذ محمد سمير، يعني يا ريت يجيب لنا المنتجات الهاي هاني بالاضافه للسنشور. كويس. حضرتك كنا عامل ممكن نحطها على عصير، نحطها على ميه، نخليها بودر وتستخدم عادي، لكن احنا من باب الاخذ بالاسباب فضلت العسل، او من باب فيه شفاء للناس، الله، او من باب يخرج بطونها شرابه مختلف الالوان فيه شفاء للناس، حبينا ناخد بالاسباب. بس الاسباب بقى اللي هي احنا طبعا مش هنتطرق ليها، ده نسيبه لاهل الشرع، بالاعجاز الموجود في العسل، الاعجاز الطبي والاعجاز الروحاني، بفضل الله احنا قدرنا نوصل بالدمج ده لحاجه بفضل الله شغالين بيها على اكتر من 10 سنين، وقبل التسجيل وبعد التسجيل شغالين بيها على اكتر من حاله، سواء حالات ضعف حيوانات منويه، سواء حالات عدم وجود حيوانات منويه خالص تماما بفضل الله، سواء حاجات ضمور خصيه، سواء اي مشكله بفضل الله موجوده خاصة بالإنجاب عند الرجل، بفضل احنا قدرنا نحلها بالتركيبة حضرتك بتاعتنا بفضل اعتمدت الله. في التركيبة على العديد من المنتجات العشبية اللي استطاعت بفضل الله حل مشاكل من المشاكل تأخر الإنجاب. بالظبط. عنده قلة عدد بفضل الله بيوصل. طب حضرتك أكيد الناس اللي حصل، حضرتك شفت إيه؟ يعني بخصوص العلاجات، إيه اللي حصل؟ يعني شفت فعلاً، يعني حضرتك بقى لك خبره 15 لا سنه. انا شفت حالات كتير جدا، يعني انا شفت حالات، يعني يمكن اشهر حاله عشان هي قريبه مني، قريبه مني شويه، شخص اتجوز 3 مرات، يعني حصل ثلاث مرات انفصال بسبب ما فيش انجاب. والمشكله كانت بسيطه جدا، موضوع السائل المنوي ده، يعني بفضل الله لما جه يعني في اقل من 4 شهور بفضل الله، ربنا كرمه جدا جدا، يعني في اقل من 4 شهور. بفضل الله. بس طبعا احنا بنتطرق لامر تاني، ان لما بتكون الزوجه مؤهله ان هي تخلف ويبقى في مشاكل عند الزوج، بيحصل معانا بقى ايه شويه تعطيل كده عند الزوجه. كويس. عشان يعني هي خلاص المبيض نشطه والدنيا كويسه. ايوه لما ما بيحصلش عندي تلقيح للبويضه، تمام، فبيحصل عندي ضعف، فبيحصل عندي شويه مشاكل كده عند الزوجه في الفتره اللي فيها عجز عند الراجل. تمام. او في فتره العلاج. كويس. احنا برضو تحسبا الامر ده قدرنا نعمل حاجه بتشتغل ما بين الراجل والست، ما بين الراجل والست، مع التركيبه بتاعتنا، بتتاخد قبل اول جماع بعد دوره شهريه. طيب حضرتك عامل حساب اللزوجه بتاعت السائل اللي بتمنع عاملين حركه اللزوجه، عاملين حساب اللزوجه، احنا عاملين حساب. بص احنا عاملين، احنا بنقول كيفيه نجاح العمليه الجنسيه عشان في الاخر نقول كيفيه نجاح العمليه الانجابيه. الله. يعني حضرتك اعتمدت من اللي هو البدايه. أيوة. العمليه الجنسيه لو نجحت ما بين الرجل والسيده في النفسيه مرتاحه، انا كده عملت 60% من المشكله. تمام. يعني مشكلة. حضرتك بتعتبر ان المشاكل اللي احنا بنخاف منها كلها او بتسبب لنا مشاكل في بيوتنا، تاخر الانجاب، ما فيش، ده ما عندوش حيوانات منويه، ده عنده لزوجه، السرعه، التشوهات بتاعت الحيوانات المنويه نفسها، حيوان منوي سليم غير سليم، كل ده بالنسبة لحضرتك سهل في التركيبة ان انت تقدر تعالجه. بالظبط. تمام. التشوهات بتحاول حضرتك تعالج في الاصل، عشان كده بتديني فرصة 4 شهور. احنا بنقول احنا بنقف على الاسباب. تمام. وانس خلاص وقفنا على الاسباب، فخلاص الحل بالنسبة لنا بقى سهل. تمام. بس اصعب حاجة في المشكلة هو وجود سببها. حلها كويس. سهل جدا، بس لكن وجود سببها. تمام. بس فضل عشان اللي احنا قلنا الدكتور الحاذق قوي او الناجح قوي
اللي يعالج المشكله يعالج سبب، تمام، يعالج عرض، مش تمام. يعالج سبب مش يعالج عرض. طيب. مش يعالج احساس، يعالج سبب. حضرتك قلت لي السبب ان شاء الله بالمختص بالرجل، الحيوانات المنويه او المواضيع دي كلها بالنسبه لك ان شاء الله سهله وتعالج بالمنتجات. الشق الثاني اللي هو الضعف الجنسي، اللي هو سرعه القذف والقذف، ضعف الانتصاب، تسرب وريدي، وضعف الانتصاب والتسرب الوريدي، ثلاث حاجات مشاكل عند الرجل حضرتك حلتهم بفضل الله. الحلول كانت عباره عن عسل، تركيب احنا عندنا بفضل الله 11 منتج قدرنا نتوصل فيهم، عملناهم 12 لما قدرنا نجمعهم مع بعض او يعني ندمجهم مع بعض، بخلاف طبعا العسل والاعجاز اللي فيه برضه الحمد لله لما دمجناهم كانت النتائج هايله جدا جدا. كويس. يعني سفر حضرتك لدول شرق اسيا او الصين، هل الحاجات دي موجوده عندهم مش موجوده عندنا، ولا ممكن تكون موجوده في الوطن العربي بس فعاليتها مش كبيره؟ لا، هي الحاجات دي موجوده هنا في مصر اكتر من هناك، بس احنا كنا بنقف على ابحاث معينه هناك. ابحاث؟ على ابحاث معينه هناك وتحت ايد خبراء هناك. تمام. وبنجيب اصل العشب نفسه من هناك، احنا عندنا في مصر ارض خصبه وعندنا حاجات جميله في مصر الحمد لله يعني. بس احنا بس هناك العوامل المناخيه هناك والظروف الاقتصاديه عامه هناك برضه هم وصلوا لحاجات احنا برضه هنا لسه في مصر احنا متاخرين عنها. كويس. فبنقدر هناك الموضوع بيبقى ايه؟ بيبقى اكتف عننا هنا في مصر واسرع شويه. طب عشان نكسب وقت. الـ 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 العلاجات دي في اوروبا؟ هو مفيش علاجات غيرها في اوروبا. مفيش غيرها. مفيش علاجات غيرها في اوروبا؟ مفيش غيرها من النهارده. النهارده الصين، النهارده الهند ما بيتعالجوش اصلا بالكيميكالز، هم بيصدروا لنا كيميكال. بس. بيوردوا لنا. لكن هم بيتعالجوا طبيعي. هم هناك شغالين كل شغلهم طبيعي. كل شغلهم طبيعي، احنا هناك شفنا الطب النبوي بس مش يعني ما شفناش مسلمين بس شفنا الطب النبوي. طيب عندنا ما يسمى سرعه القذف وضعف الانتصاب والتسرب الوريدي، مشاكل عند الرجل. احنا عندنا اربع منتجات خاصه بالدكتور محمد بكري تقدروا تتصلوا وتحصلوا عليها، عسل وفي تركيبات زي ما قال لنا الدكتور 12 منتج داخل العسل. 12 تركيبة خاصة بالإنجاب أو المشاكل الزوجية كلها. عندنا الكابسولات و عندنا في كذا حاجة خاصين بالصحة الإنجابية. والرش. كذا حاجة خاصين بالصحة الإنجابية. تمام. طيب الصحة الإنجابية، العسل والتركيبات خاصة بالقوة البدنية. ضعف. احنا المفروض حاطين فيها قوة بدنية، عاملين الكبسولات كمان. الكبسولات كمان دي اللي خاصة، دي بتجمع ما بين الاثنين، ما بين الراجل والست. تمام. لو في مشكلة في المبايض، في مشكلة في التبويض، في ضعف البيض، في مشكلة في الخاصة بالرحم. هايل. بفضل احنا قدرنا برضو بطرق طبية سهلة جدا. تمام. نعالجها عن طريق منتجاتنا. ما بيحصل فيه مشكلة مع الراجل والست بفضل الله بتتعالج. عاملين حاجة للست نفسها، عاملين حاجة للراجل نفسه، عاملين حاجة للاثنين. طيب. بس. المنتج السنشور سبراي أو البخاخ اللي موجود عندنا على الشاشه الاستاذ محمد سمير، هنعرف عنه بعد ما ياخد صاحب الاختراع او براءه الاختراع الدكتور شريف صلاح احد علماء المصريين في الطب. اهلا وسهلا بيك يا دكتور شريف. دكتور محمد صباح الخير. صحتك. البروفيسور شريف صلاح، معلش احنا جبنا حضرتك من اوروبا يعني على التليفون فسامحني. ربنا يخليك، ازيك وزي ضيفك الكريم. الحمد لله. الله يعزك يا دكتور. دكتور محمد ازاي صاحبك؟ اهلا بيك يا فندم، ربنا يكرمك يا دكتور. اهلا بيك، ربنا يخليك. دكتور شريف. اتفضل. انا مش هسال حضرتك ايه هو سر الخلطه او النو هاو بتاع السنشور اللي موجود عندنا، السبرينج اللي محقق نتائج هايله والدكتور محمد بكري اتكلم عليه بشكل جيد، انا عايز اعرف بس من حضرتك ازاي قدرت تعالج منتج تعالج مشكله صعبه جدا بما يسمى السنشور سبراي او الرش الموضعي. بص يا دكتور محمد، قبل كل حاجه طبعا انت عارف ان انا كل المستحضرات اللي انا بقدمها دايما بتبقى هي مستحضرات خاصه او فيها حاجات خاصه شويه او نقدر نقول عليها فيها نوع معين. كويس. وطبعا كلها تبقى ماشيه في الاطار ازاي فعلا نعمل حاله علاجيه، يعني احنا نقدم للمريض حل للمشكله، حل جذري، يعني مش مجرد ان احنا نطرح فكره الفكره دي الناس تستخدمها فتبقى كويسه وتتلاشى الامور وترجع تتكرر مشكلتهم مره واثنين وثلاثه. احسنت يا دكتور. يمكن انت عارف ان في كتير قوي من المستحضرات متداوله في السوق بتخص المساله دي بشكل كبير، وبقت يعني تقدر تعتبرها سلعه
الناس كلها ممكن تكون بتشتغل فيها لانها بتحقق بالنسبه لكل الشركات ارباح كثيره، ولكن انا دايما بركز على المشاكل اللي بتترتب من استخدامك لبعض الحاجات اللي انت مش مستوعب خطورتها. يعني في مستحضرات كثيره جدا مع الوقت هتبص تلاقيها بتعمل للمرضى ضعف في العظم، ضعف في الذاكره، ضعف في تغذيه الدم الداخليه في بعض الاعضاء الداخليه لجسمك. الحاجات دي يمكن الناس وهي بتتداول استخدامها لبعض المساعدات مش حاسه بخطوره المشكله بعد فتره من الوقت. لذلك انا دايما لما بفكر اعمل حاجه انا لازم اعمل حاجه تكون سلسه سهله ملهاش اثار جانبيه ممكن الشخص يستخدمها ما يحسش ان في مشكله مرضيه او مشكله صحيه بتاثر عليه في وقت استخدام الدواء او الحبوب او الرش. لا، المستحضر ده بسيط جدا وفكرته بسيطه خالص. كل الناس مع مشاكلها الاقتصاديه والاجتماعيه بتبص تلاقي المشاكل بتتداخل في انها بتاثر على مناطق الشعور الدماغيه بتاعتها، يعني ما بتخليش الراجل او الست عنده الرغبه في انه يثار تجاه هذا الامر. فلو انت سبت المشكله بتبدا تتزايد وبتبقى مشكله مزمنه، وعشان تفك الموضوع لا دي مساله ثانيه خالص. فاحنا مستوعبين ان اكيد النقص في الموضوع سببه المنطقه الشعوريه، ان الراجل او الست ما بقاش يشعر بالعلاقه نفسها. احسنت يا دكتور. ده بيبقى ناتج من نقص نوع من الهرمونات مفروض ان الجسم يكون بينتجها بالفعل. الماده دي مفروض انك انت اول ما هي بتلامس الدوره الدمويه بيحصل امتصاص ليها وتوصل لمناطق في الدماغ، ومناطق في الدماغ بتبدا بالتبعيه تفرز هرمون كده زي الهرمونات المحفزه او المزيده لمنطقه الشعور. فده يزود ضخ الدم اصلا، وكمان يزود المساله الشعوريه ان الناس وهي بتمارس العلاقات بينها وبين بعضها بتحس ان هي بتمارس حاله شعوريه معينه، ان هو بيشعر ان هو راجل، هي بتشعر انها ست. الحاجات دي بتبقى مفتقده في بعض المستحضرات المتداوله لان هم مش بيبقوا مستوعبين يعني ايه يصلحوا منطقه شعوريه هي الاساس في انك تحصل على علاقه جنسيه سليمه. فبيبقى المستحضر اللي احنا بنقدمه حاجه بسيطه خالص، انت ممكن تستخدم السبراي عند الجبهه بتاعه الراس او عند منطقه الصدر بالنسبه للراجل والست، وبالنسبه للراجل في المناطق العضويه نفسها اسفل العضو الطبيعي، وممكن تكون على جبهه الراس او على منطقه الصدر. سبراي واحد رشه واحده وهيبقى المستحضر ممكن يكفي اي شخص او شخصه لمده 6 شهور على الاقل او 5 شهور على الاقل. انا اعتقد ان انا بقدم لك حاجه بسيطه خالص نتائجها ايجابيه جدا، يعني ممكن اي حد من الناس اللي بتستخدم المستحضر يديك فيدباك يقول لك ان هو فعلا حس ان المساله مختلفه خالص، بيمارس بشكل طبيعي، وان الشعور مش بيموت معاه. يعني في ناس بتعاني من حاجه اسمها البريماتور ايجاكيوليشن، ان هو بيحصل له حاجه اسمها قذف مبكر سريع، هو ما بيستمتعش بالمساله، ما بيلحقش يحس بالشعور نفسه. صح. اللي بيعيشه. لكن المستحضر ده بيزود المنطقه الشعوريه، وده الدم بيفضل محتفظ بالحاله او بالهرمون لفتره من الوقت، ما بيحصلوش تكسير سريع، وبالتالي الشخص بيبدا يحس ان المساله ممتده وبياخد النورمال تايم بتاعه بدون اي ستريسورز. وانا اعتقد ان ده هو اللي المفروض كل الشركات العالميه تركز على انها ازاي تزود المنطقه الشعوريه للراجل او الست، وده يبقى كفيل قوي بانه يحل اي مشكله جنسيه. طيب. اتمنى ان انا اكون زودتك في المساله دي. يا دكتور احنا شاكرين افضل حضرتك، بس معلش انا ليه بس استفسار بس بسيط. اتفضل. حضرتك اعتمدت على زياده الرغبه الجنسيه او الشعور الجنسي لدى الرجل ولدى المراه في انتاج الاسنشر. تمام. الاعتماد حضرتك كل ده بدون اثار جانبيه. لا خالص مستحيل يعني. طيب. كله الفيدباك اللي بيحصل او اللي احنا بس لازم نقوله ان مع استخدام السنشور اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشه اللي بيحصل ان بيستخدم فيه بكميات كبيره، حضرتك قلت بخه واحده على الجبهه. على الجبهه واسفل عند الرجل او السيده. بالظبط. طيب. لا عند الراجل بس. عند الراجل بس. تمام.
البخ على الجبهه بتساعد حضرتك في ايه؟ هو انا قلت لحضرتك ان هو المستحضر نفسه فيه ماده بروتينيه محفزه لهرمون اسمه الكونتاكتين هرمون. تمام. الكونتاكتين هرمون ده احد الخلاصات الحديثه جدا او المستخلصه حديثه، وفي ابحاث هتبدا تنزل على المستحضر ده قريب. دي وظيفتها فعلا ان هي تخاطب منطقه في الدماغ عشان تطلع لك هرمون معين، الهرمون ده هو اللي بيحفز الارتباط بينك وبين اي شخص انت بتحبه. والهرمون ده قدرته على ضخ كم هائل من الدوره الدمويه عشان يخليك انت متحفز شعوريا عالي جدا. لذلك انا بقول لك هو تركيب المستحضر بسيط خالص، هو يحتوي على شويه زيوت طياره وبعض الالكولز اللي هي الكحوليات المذيبه للماده البروتينيه. عشان كده اول ما انت بتحطها موضعيا قدرتها على النفاذيه وانها توصل للدوره الدمويه اسرع كتير جدا. كميه الالكول اللي موجوده بيحصل لها ايفوبرايزيشن، بتتبخر وبتدي فرصه للبروتين انه يفضل ملامس للجلد، لان هو اصلا ماده بروتينيه عارفه طبيعه الجلد، فبتخش بسرعه وبتلامس الدوره الدمويه وبتوصل نفاذيه بشكل عالي جدا، لدرجه انك انت ممكن تشعر وزن 25 دقيقه انك معد نفسيا انك تمارس الحياه بشكل طبيعي. هايل يا دكتور. انا البروفيسور شريف صلاح طبعا شاكرين تواجد حضرتك معانا، حضرتك صاحب براءات اختراع في العديد من الادويه والمنتجات اللي محققه نجاحات كبيره. طبعا احنا شاكرين مداخله حضرتك وبنعتذر طبعا على الازعاج، وعارفين مشاغلك الكتيره، وربنا ان شاء الله يجعل السنشور ده يعني في ميزان حسناتك يا دكتور. ربنا يخليك. سلم لي على الدكتور محمد كتير وانا بشكره والله. تسلم يا دكتور. وانا سعيد باي كومنت او سؤال يطرح من اي شخص يستخدم المستحضر يقول لي الفيدباك بتاعه، وهل هو راضي عن الفكره نفسها، راضي عن الموضوع، حاسس ان هو فعلا لا خد حاجه مختلفه، حاسس ان هو بقى طبيعي زي الاول. يعني اعتقد ان انا منزل المستحضر ده مش هي فكره انك انت تبيع، انت لازم فعلا يتباع كويس لانه هو مستحضر قيم جدا ومختلف خالص عن اي مستحضرات موجوده، فبالتالي انا لازم اكون بتكلم عنه كويس، لان انا فعلا بالتجربه وعديد من اجوبه الناس لا الامر مختلف ويستاهل ان هو يبقى متداول بالنسبه للناس افضل من اي حاجه تانية. شاكرين، شكرا ليك الدكتور شريف صلاح، شكرا لحضرتك. احنا شاكرين لحضرتك يا دكتور محمد. طبعا كلام البروفيسور شريف صلاح مهم جدا في الكلام اللي حضرتك لسه بتقوله لنا، اللي هو زيادة الرغبة، اعتماد على زيادة الرغبة. طبعا استاذ الدكتور شريف عامل حاجة كويسة جدا وما شاء الله بنتعلم منه. يعني هو برضو بدأ يبحث عن الأسباب، مش يعني مش الموضوع زي ما احنا بنشتغل في شغلنا، زي ما احنا بنقول وبننادي من زمان عايزين نعالج الأسباب. تمام. نشوف الأسباب فين. قلنا ده الدكتور الناجح اللي يعالج الأسباب. الموضوع مش موضوع عارض زي ما قلنا، العلاجات السريعه اللي في الصيدليه، الحبه الزرقاء والحمراء وجع القلب ده صح، ده مشاكله كتيره اكتر، يعني اضره اكتر من نفعه. عشان كده احنا بموضوع برضو حاجه طبيعيه زي كده، زي السنشور حاجه طبيعيه زي الشغل اللي احنا عاملينه، حاجه طبيعيه زي العسل. احنا قلنا عايزين، احنا ليه بنطلع كل يومين ثلاثه نتكلم؟ عشان الحاجات دي مهمه جدا، الحاجات دي عاليه جدا، الحاجات دي في احنا بقالنا اكتر من 10 سنين بنسمع عن الفيدباك بتاعها بفضل الله، وموضوع مستحسن جدا عند الناس. احنا بنقول كل الناس تجرب، ما حدش هيخسر حاجه. صحيح. وبفضل الله حاجات طبيعيه جدا. بس انت حضرتك ليك كلمه حلوه، بلاش تقول اجرب، خلي يقينك في الله كبير. لو انت جميل هتجرب جميل، لو جميل انت هتجرب مش هتنجح. لا احنا هنختبر، لو هنختبر الدواء ان شاء الله هنلاقيه ناجح. لو هنختبره لا، احنا عايزين زي ما احنا بنقول، احنا قلنا علاجنا هنا، علاج العقم هنا، علاج الضعف الجنسي هنا، علاج الصلب الوريدي هنا. تمام. علاج ضعف الانتصاب هنا، بفضل الله، بفضل الله احنا عاملين حاجه واثقين منها جدا. موضوع التجربه ده احنا بنقول بس احنا بنثبت للناس، لكن فضل هو ما تجرب. طيب بعد الفاصل هنستكمل الحوار. اعزائي المشاهدين، نقدر نحصل على منتجات الدكتور محمد بكري عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه. فاصل قصير ثم نتواصل. اي حد عنده اي سؤال يقدر يتصل بينا، خاص بيه تاخر الانجاب او المشاكل الزوجيه او التسرب الوريدي او العقم. صدقوني مش عايزين حد يخاف، اللي عنده اي سؤال يسال. انت كل اللي فيها في التليفون
مداخلتك في التليفون بتخلي آلاف أو ملايين زي حضرتك أو زي حضرتك عندهم نفس المشكلة بتتعالج بفضل الله. بنديهم أمل، مش هنقول في الحياة، بنديهم أمل إن شاء الله إن كل اللي بيطلبه من ربنا بيحصل. فاصل ونواصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما زلنا متواصلين مستنيين اتصالاتكم وتليفوناتكم ومشاركاتكم على ارقام المشاركات الظاهره امام حضراتكم على الشاشه. وبناكد تقدر تحصل على منتجات دكتور محمد بكري عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه. نستكمل يا دكتور، حضرتك عندنا عسل، عندنا كبسولات، عندنا البخاخ السبري سينشور ده موجود عند حضراتكم، ورقم الترخيص 12 ل 2017 ده 2017 ده الانتاج 2020. بنقدر نحصل عليه عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه. رقم الترخيص 25557 ل 2013، بقى له فتره موجود في السوق، موجود عند حضراتكم داخل العبوه كمان. ادي زي ما قال لنا الدكتور محمد بكري والدكتور شريف صلاح أصحاب الامتياز في هذا المنتج، إن احنا بقدر الإمكان بخة بسيطة أو صغيرة موجودة بتقدر بفضل الله بتحسن الشعور أو الشعور لدى الرجل. وأدي المنتج قدام حضراتكم على الشاشة. كل ده احنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نحل جزء من المشكلة أو المشاكل الزوجية اللي ما يسمى بالمسكوت عنه. نستكمل يا دكتور، زيت، عسل، كبسولات، اسبري. حضرتك تقول لي. هقول بس كومنت طبعا بعد إذن دكتور شريف على السنشور، عشان في سؤال دلوقتي بيدور في ذهن كل واحدة ست، ازاي ده عن طريق الجبهة بيشتغل؟ ايوه ده بس اولا احنا عندنا مشاكل الخاصه ملعب حضرتك المخ والاعصاب ده يعني بتاع احنا عندنا اي اي المشاكل الخاصه بالضعف الجنسي عند السيدات سواء بقى فطور جنسي سواء برود جنسي وكلام بيبقى خاص معايا بالغدد. تمام. الغده النخافيه، الغده النخاميه، الغده الجردرقيه. بس احنا بنقدر عن طريق الرشه دي في بنحفز الغدد اللي موجوده في الجسم بس، فبيقدر يشتغل معايا عن طريق الجبهه. يعني عشان بس الـ النقطه دي يعني هتثير اسئله عند الناس سواء في منها. ايوه يعني ايه اللي انا دلوقتي المفروض موضعي للرجل اسفل فببخ بخ على الجبهه بالاضافه لي اسفل الرجل بالظبط دي بتحفز عند الغدد. تمام. لان هي بتبقى احدى المشاكل في موضوع العجز الجنسي عند السيدات. تمام. فهي بتحفز عند الغدد وما شاء الله بشغله ممتاز جدا يعني. ربنا يحفظك يا دكتور. طبعا يعني باعتمادكم في التحسين كمان طول وقت الفتره او وقت الفتره اللي هو سرعه القذف مشكله. طبعا. احنا قلنا دي احد اهم اسباب العقم. العقم؟ اهم اسباب من مسببات العقم سرعه القذف. ان اولا احنا قلنا لنجاح اي عمليه جنسيه بس او عمليه الجماع لازم يكون تجاوب الطرفين. تمام. تجاوب الطرفين كويس. مهما كان الشخص اللي الميل او الرجل مؤهل ان هو يخلف لازم يكون في تجاوب من الطرف الثاني اللي هو الطرف الثاني اللي بيقوم باتمام العمليه. هايل. اللي بيقوم باتمام العمليه الجنسيه الطرفين لازم. ماشي. بس فاحنا عشان كده بنقول مؤهل ازاي بقى؟ أيوة. مؤهل نفسيا. نفسيا. طب هل في دور للراجل على تاهيل الشخص اللي معاه او الشخصيه اللي معاه؟ طبعا. دوره ايه بقى؟ نجاح العمليه نفسه اللي هو ايه؟ امتاعه. تمام. امتاعه ازاي؟ احنا بنتكلم في قوه انصاب العضو. هايل. بس هاي. ده بنتكلم في قوه الانصاب
ومده الانتصاب نفسها. هايل. بس الحاجتين دول مطلوبين بالنسبه للرجل. ايه مده كويس. ايه مده الانتصاب ديا؟ هو بيحصل ممكن يحصل ارتخاء اثناء العمليه قبل القصف. الثرب الوريدي اللي هنتكلم فيه مشكله كبيره. تمام. ودي برضه بفضل الله احدى اسباب احدى الامراض اللي بيعالجها المنتج بتاعنا. هايل يا دكتور، كويس. بس هما الثلاثه مرتبطين ببعض، سواء ضعف او سرعه ضعف انتصاب او سرعه قصف او ثرب وريدي. الثلاثه ما ينفعش نعالج حاجه ونسيب حاجه، لازم الثلاثه مع بعض. ما ينفعش نعالج حاجه ونسيب حاجه عشان كده. وحتى لو انا السائل المنوي عندي قوي او مؤهل، بس المشكله في عندي مشكله من الثلاثه دول، تمام العمليه الجنسيه ما بيتمش. والامر النفسي، الامر النفسي عند الطرف الاخر اللي معايا، ما هو لازم يكون متقبل الامر ده. مهما كان قوتك انت كشخص، لازم الانسان اللي معاك تكون متقبل الامر ده. متقبلها ازاي بقى؟ بالاستمتاع. طب الاستمتاع ازاي؟ بنجاح الثلاث حاجات دول. تمام. بس. طيب كان الباشمهندس علي قال لنا في عايز رشه تليفونات يعني، او هيبدا معانا بالتليفونات. معانا اميره. الو. اتفضلي يا اميره. ايوه يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضلي. ايوه صباح الخير. صباح النور. ايوه انا عندي ضعف في التبويض، بس انا يعني انا حملت اول ما اتجوزت حملت، وبعدين سقطت، ومن ساعه ما سقطت ما حملتش تاني. فطبعا ضغط ورحت لدكاتره الستير، فقالوا لي ان انت عندك ضعف في التبويض. فانا اصلا مش يعني مش عارفه ضعف التبويض، وباخد حقن وباخد حاجات عشان المفروض ان هو يعني يشوف التبويض ده، بس لسه ما فيش نتيجه. تمام. في سؤال ليه يا دكتور؟ الوزن قد ايه؟ الوزن بتاع حضرتك قد ايه يا مدام اميره؟ انا 75. 75 كيلو، يعني انت حاسه وزنك بالنسبه لطولك، حاسه ان في وزن زياده ولا الوزن لا كويس؟ لا مش زياده قوي يعني. ايوه ايوه. فمش عارفه بقى التبويض دوت عندكم يعني في حل ولا ايه؟ طيب شكرا لحضرتك، هيجاوبك الدكتور محمد بكري. اسمعينا عبر التلفزيون. هو طبعا في وزن زايد، لان يعني استحاله يكون طولها 175. طول استحاله يكون طولها 175، فلازم الوزن يكون زايد. تمام. بس طبعا ان شاء الله عمليه الوزن دي، قلنا حتى لو رياضه المشي 5 دقائق يوميا. تمام. او رياضه في البيت مع التركيبه بتاعتنا، مع الزيت اللي احنا بنديه مع التركيبه. تمام. احنا منزلين الزيت احتمال يكون في مشكله، احنا فعلا عندنا مشكله في التبويض. هايل. بس مع طبعا لو مع التركيبه دي، مع ان شاء الله برضو لو حجامه بتتعمل اسفل الظهر. هايل. حجامه في اخر الظهر فوق الالي على طول، دي بفضل الله مع التركيبه بتحل مشكله بفضل الله في طيب. من شهرين. انت حضرتك اعتمدت في الزيت اللي هي معلقه واحده، استخدام الزيت اللي بيروح مع في التركيبه بيروح معلقة لوحده، معلقه واحده قبل وجبه الجماع، معلقه واحده قبل الجماع، قبل وجبة بعد قبل الجماع، قبل الجماع بعد الدوره، قبل اول جماع بعد الدوره مباشره. بس احنا عندنا مشكله للرجل والمراه. بس احنا عندنا مشكله وواقفين على المشكله. تمام. فهنقول استعمال زيت يوميا. هي كزوج، لكن هو يستخدمه اول مره. اول مره بس بعد دور شهرين. حضرتك بتعتمد على ان انت بتزيل اي لو في مشكله مسببها الرجل للتبويض. انا بعالج. بس احنا دلوقتي واقفين فعلا على المشكله. هايل. بس فبنقول دون هي الزيت دون يوميا. تمام. باستثناء فتره البريود. كويس. ما عدا الفتره دي بتتوقف عن اخذ الدواء. تمام. بيزيد ان شاء الله طبعا عمليه التنشيط بتزيد جامد جدا يعني، وبتحس بيها بقى مع في السونار او في الايكو او في عمليه التبويض ان شاء الله. تمام. معلش باشمهندس علي، معانا اتصالات كتيره. مدام نجلاء اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح النور، اهلا يا فندم، اتفضلي. كنت بقول لحضرتك يا فندم، انا متجوزه بقالي 10 سنين. تمام؟ تمام. حضرتك عندي جوزي حيويات المنويه بتاعته صفر. تمام؟ وترجع تزيد تعلى تاني، وبعد كده ترجع تبقى صفر تاني. تمام. حلو. تمام يا فندم، يعني بتبقى صفر وبعد كده مليون وبعد كده ترجع للصفر تاني. فكنت عايز اعرف ايه الحل يا فندم. بقى لنا كتير على كده، بقى لي 5 سنين متجوزه على كده ومفيش خلفه يا دكتور. طيب يعني حضرتك انت متزوجه من 10 سنين؟ يا فندم. حصل انجاب ولا ما حصلش؟ لا يا فندم ما حصلش انجاب. ما حصلش، بس انتوا بتتعالجوا بقى لكم 5 سنين، يزيد عدد الحيوانات المنويه توصل كام؟ حضرتك ما تعرفيش؟ حضرتك بتوصل للمليون. المليون وبعد كده يبقى صفر، تبقى صفر تاني. كويس. طيب السؤال ليها يا دكتور؟ لا. طيب شكرا ليك يا مدام نجلاء، اسمعيني عبر التلفزيون. وعايزه ابشر حضرتك، الدكتور محمد بكري قال كلمه حلوه، طول ما في حيوانات منويه ان شاء الله يبقى هيحصل ان شاء الله انجاب.
ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء. هنعرف ايه الدواء الدكتور محمد بكري هيقول لنا عليه. ايه يا دكتور ايه معنى ان الحيوانات المنويه يبقى صفر تزيد وتنزل؟ وطبعا المليون حضرتك قلت لا انا عايز اكتر من 16 مليون بالظبط. دي مشكله، دي مشكله اكتر من اللي ما عندوش خالص، يعني مشكله كبيره. لان بيجمع لي كده بين حاجتين، بين عدد وحركه. تمام. بيجمع لي مشكلتين سبب يعني عدد وحركه، وده فضل احنا برضو عاملين لها الحل، بس الحل ده بيبقى يوميا بغض النظر عن في جماع او مفيش جماع، يوميا مرتين. كويس. حتى لو مفيش جماع بيبقى يوميا مرتين، الفضل بيفرق الموضوع معاه جدا في اقل من 40 يوم. العلاج يوميا مرتين؟ سواء في جماع او مفيش جماع، يوميا مرتين. يوميا مرتين ملوش علاقه، هو شغال بالتركيبه الخاصه بالظبط، لان عندنا مشكلتين، عندنا مشكله في الحركه ومشكله في العدد. هاي. بس فبنحاول نقف على حلها ان شاء الله بالتركيبه معانا دي، بفضل الله بتفرق معاه جدا في اقل من 40 يوم باذن الله. طيب طالع نازل ما خافش يعني احنا قلنا احنا قلنا بقى ايه انت حضرتك بتضغط عليه بالعلاج. هو كان بيعالج العدد، بس احنا عندنا مشكله كمان في الحركه، موضوع انه يطلع وينزل دي كمان حركه. تمام. احنا بن 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 احنا بنضغط بيها، بنضغط بالمرتين دول عشان ايه ما يحصلش عندنا موضوع اللي انه يقع تاني ده. طيب معانا مدام نسرين. اهلا بيك يا مدام نسرين. اهلا يا دكتور بحضرتك، عامل ايه؟ يا صباح الخير. صباح النور. اتفضلي يا فندم. كان عندي مشكلة صغيرة كده وعايزة أعرضها على الدكتور. يا فندم مع حضرتك الدكتور محمد بكر، اتفضلي. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير يا فندم، صباح الخير. بعد إذنك يا دكتور، أنا متجوزة بقالي سنتين، تمام؟ ومفيش حمل خالص، ويعني جوزي كويس وأنا كويسة والتحاليل كلها كمان كويسة، بس مفيش حمل خالص. الدورة منتظمة يا فندم؟ هل العسل ده هيجيب معانا نتيجة ولا ايه؟ الدورة منتظمة يا فندم، الدكتور بيسأل حضرتك. يا فندم. منتظم. تمام. في سؤال آخر؟ لا تمام. طيب شكرا مدام نسرين، اسمعينا عبر التلفزيون هنجاوب حضرتك، هل العسل ليه دور في إن سبحان الله هو كويس وهي كويسة؟ إرادة الله التدخل. يبقى اعتمدنا الأول إن احنا ندعي ونقول يا رب. فانا عايز اقول لحضرتك يا مدام نسرين، انت وزوجك هي دعوه واحده بس، ودي عن تجربه وتجربه شخصيه ليا انا، لما حصلت شويه مشاكل فدعيت دعوه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، تكمله الايه فاستجبنا له. فخلي بالك ربنا دايما بيجيب الدعاء، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، كل الكلام لكل واحد عانى من اي مشكله في الانجاب. ان شاء الله خلي الدعوه دي مع بدايه جوازك، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، تكمله الايه فاستجبنا لها. صدق الله. تمام، صدق الله العظيم. طبعا مفيش حاجه في الطب اسمها هو ما عندوش مشكله وهي ما عندهاش مشكله. طيب مفيش الكلام. ما هي بتقول هو كويس وهي كويسه والتحاليل بتقول كده. لا ما هو مفيش الكلام ده. في ان احنا الاثنين عملنا مشكله. احنا الاثنين عملنا مشكله. هايل. يعني هي لو اتجوزت تخلف، لو غير لو اتجوزت غيرها هتخلف. وبيحصل وهو لو اتجوز غيرها هيخلف، بس لكن هما الاثنين عاملين مشكله. انت حطيت ايدك على العقده دي ولا البتاع ده الحل؟ عشان يعني دي بتحصل كتير جدا. أيوه. يقول له انت اتجوزت هتخلف وهي لو اتجوزت هتخلف. طب احنا انا بحب زوجتي ومش عايز اسيبها. بالظبط. ما بيبقاش العيب مرتبط بين الاثنين. عشان كده احنا بنعالج الاثنين، ما بنقفش على واحد بقى بس، ما بنقولوش تعالى احنا وهنعمل تحليل، تعالى انت وهنعمل سونار، لا احنا بنعالج الاثنين. تمام. بس كل واحد بتركيبته. بالعسل كويس، كل واحد بتركيبته. هايل. وبالزيت. هايل. بفضل الله الاثنين فتره مش اقل من شهرين مع التحليل ان شاء الله تبقى الدنيا مظبوطه جدا جدا. يا رب يا رب يا رب يا رب. تمام. طيب يبقى احنا عندنا المنتج ظاهر قدام امام حضراتكم على الشاشه، تقدروا تتصلوا وتحصلوا على منتجات الدكتور محمد بكري عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه. حضرتك اعتمدت في الاسبرين اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشه، البخ الموضعي، بعيدا عن ان انا اخد على طول برشام او اللي موجود في الصيدليات، علشان حاجتين: تحسين المود او الرغبه لدى الرجل وسرعه القذف. صح. طيب ليه بخ؟ يعني ليه ما اعتمدتش حضرتك على حاجه اخدها برشام وخلاص اسهل؟ ما هو احنا بنقول ان الـ 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 البرشام بيشتغل ايه؟ بيشتغل على تنشيط الدوره الدمويه في العظم، او ضخ كميه دم
ملائمه للعضو. هايل ماشي. بس هو معدي في الجسم بيعمل ايه؟ شرحها طول ومشغلها كتير قوي. صح. وصاره جانبيه عاليه جدا سواء على المخ او على الاعضاء اللي موجوده في الجسم. احنا بنشتغل على تمدد الجلد نفسه وضخ الدم داخل العضو نفسه عن طريق الخارج. تمام. بس مش ببنج زي ما الناس فاهمه، لا، في اكتر من زيت عشبي. تمام. بي 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 بيدي نفس شغل البنج. تمدد الجلد. تمدد الجلد يعني نفسه. حضرتك بتعتمد نفسها. بتعتمد كمان ان بيحصل تغير لشكل العضو نفسه. ايوه احنا بنقول تمدد الجلد، احنا بنقول هم بيسموها تضخيم، لكن تضخيم. احنا بنقول حجم مناسب. تمام. ايه الحجم المناسب؟ احنا عندنا من الولاده الطبيعيه او من الرياضات طريقه المشي او حوادث معينه بتحصل. تمام. او اللبس الاحذيه العاليه احنا شايفينها الايام دي، بيحصل عندي في المهبل شويه مشاكل كده، فبيحصل اتساع في المهبل شويه، فما بيبقاش فيه المتعه المطلوبه اثناء العلاقه الجنسيه. تمام. سواء للست او للراجل. تمام. بس فاحنا برضو فضل الله قدرنا نشتغل على حاجتين، على جزئيه المهبل دي وجزئيه تضخيم العضو او تكبير العضو الحجم الملائم الطبيعي. كويس. بس ليه هو يحس بدرجه من انواع الاهتمام نجاح العمليه الجنسيه. هايل. طيب والسيده؟ احنا قلنا اشتغلنا على المهبل. ايوه قلنا اشتغلنا على المهبل، على برضو سبراي معين. تمام. على اكتر من حاجه، في سبراي، في كريم للمهبل. كويس. ده افضل من العمليه كتير جدا، افضل من الجراحه. الجراحه برضو انا سواء باخد غرزتين او بعمل تبييض، بيحصل جراحه فعلا وبتقعد فتره كبيره جدا، يعني ما فيش لازم جراحه. ما هو احنا خلينا نشبهها بالبلدي كده. ايوه. يعني انا عايز اضيق مكان. تمام. في تضييق صناعي، في تضييق طبيعي. كويس. تضييق صناعي اللي هو الجراحه. تضييق صناعي اللي هو الجراحه. بس احنا بنضيق طبيعي. طبيعي. بيرجع لطبيعته اللي ربنا خلقه بيها. كويس. بس. طيب يبقى احنا كده عندنا مشكله تضخيم للرجل، والحمد لله انت النتيجه حلوه بفضل الله. حضرتك قلت كلمه حلوه، تمدد الجلد، يعني الجلد بيتمدد فبيزيد وبيفضل بقى زي ما كان. بس كويس. لان احنا بنشتغل عليه طبيعي، لا بنحقن، احنا لا بنحقن ولا دعامه ولا الكلام ده، لان هو بيشتغل معانا صناعي. تمام. احنا بنشتغل عليه طبيعي. طبيعي. طيب بنرجع تاني للسيده في التضييق، حضرتك قلت كلمه حلوه، يا اما جراحه ودي مرهقه ومتعبه ماديا وغيره، ودي اسمها شغل صناعي. صناعي. لكن انا بشتغل طبيعي زي ما ربنا خالق، كان خالق المكان ده. كويس. حصل عندي شويه اتساع. تمام. من قلنا من ولاده طبيعيه او من ولاده قيصريه او من الرياضه المعينه كانت بتمارس او من الاحذيه. تمام. اصحاب الكعب الاهلي دي والكلام ده. بيحصل مشاكل عندي. ليها اسباب كثيره. الحوادث. كل دكاترة المخ والاعصاب دايما بيحذروا من الكعب، والكعب بيسبب غضروف وبيسبب فقرات وبيسبب حاجات بشكل كتير جدا. كويس. بس طيب حاجه بقى مهمه جدا حضرتك، يعني جزاك الله خير، الشق العلاجي الحمد لله تمام، والشق النفسي بتساعدنا فيه عن طريق تضخيم العضو او التمدد. الشق النفسي النفسي في, في 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 نجاح العمليه الجنسيه، لنجاح العمليه الانجابيه. تمام. رقم واحد في العلاج. رقم واحد. نمره واحد في العلاج. طيب بس احنا بنقول ليه اسباب الفطور الجنسي اللي بتحصل عند عند الفيميل او عند السيده؟ ايوه. هو الخجل اللي بيبقى موجود، والخجل ده لو مفيش زوج، لو الزوج او الميل اللي هو المفروض ان عليه عامل كبير جدا في نجاح العمليه الجنسيه، لو هو مش حاذق، لو مش ذكي، لو مش فاهم الدنيا كويس، الدنيا بتبوظ منه. بس بنقول هو اللي بيحاول يكسر الملل اللي ما بينه وما بين الفاميليا معاه، او اللي ما بينه وما بين الزوجه. ما عندناش الثقافه دي، ما بنكسرش، ما بنعرفش. انا عايز درجه استمتاع وخلاص. درجه رغبه لي انا ودرجه رغبه للزوجه، للاثنين. درجة استمتاع لحظي لنفسك. انت كده بتعمل مشكلة جديدة اللي هي الفطور او النفور. تمام. من ناحية الزوجة. ماشي. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال وقدموا لنسائكم حرصا لكم فأطحسكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يعني المداعبة دي امر ديني. سبحان الله. امر شرعي. تمام. بس لتلطيف، عشان ما يبقاش الموضوع العملية الجنسية او الجماع عقاب للست، ربنا قال قدموا لانفسكم. ماشي. الترطيب او السائل الرطب اللي بيفرزه المهبل بس، وبرده بيدي استمتاع للزوجه، ده اللي بينجح العمليه الجنسيه. بيخلي خلاص المهبل مهيئ
استقبال العضو الذكري. فيبقى بيبقى خلاص ما بيبقاش بقى عقاب. ما تبقاش المرحله دي مرحله عقاب. الله يكرمك كده. لا. اتمام بتبقى احد اسباب اتمام نجاح المدرب الانساني. تمام. احد اسباب اتمام نجاح العمليه الجنسيه اللي هو بالبلدي كده يعني البال الرايق. تمام. صح؟ تمام. طيب البال الرايق معنى ان انت بتقول لي انا هخلي عند الرجل احساس ورغبه للناحيه الجنسيه شعوريه. احنا بنقول تصحيح الصحه وعند السيده ايضا نفس الرغبه. حضرتك عملت ايه علشان تحسن ما هي الحاله المزاجيه دي؟ المزاجيه أيوة دي الحاله المزاجيه دي بتشتغل على المخ دي. تمام. بدل ما احنا بقى هندي ما هو هو ايه اللي سبب مشاكل عندنا دي يعني ايه؟ تمام. كان بعض الميل او الذكور يعني بيلجأوا للمخدرات سواء بودره او ترامادول او الكلام ده صحيح. مش عايزين مسميات بس بيلجأوا للمخدرات ودي حلول سريعه عشان موضوع الايه سرعه القصف. تمام. بس عشان سرعه القصف صح. فدي بتشتغل شغلها كله على ايه؟ شغلها تمام. كله على المخ. هي ما بتشتغلش عضوي خالص. هي يعني بتشتغل على المخ بتشتغل نفسي كويس. احنا عملنا دي حاجه طبيعيه الله ودي موجوده في العسل الله يكرمك اللي هي زياده الرغبه الجنسيه. تمام. عن طريق امر طبيعي جدا عن طريق العسل ده وبرضه بيشتغل على المخ بس طبيعي جدا. طبيعي عسل بس بينشط لك المخ زائد ان هو بيعالج موضعي. بيعالج موضوعي موضوع لا بقى لو في مشكله في البروستاتا يعني احنا قلنا ضعف سرعه القصف مشكله كتيره سواء انصاب او دكتور محمد البكري انا شاكر تواجد حضرتك معانا. ده شرف ليا. اتكلمنا في المحظور او المسكوت عنه وانا شاكر لحضرتك ان انت اتكلمت فعلا في المسكوت عنه لكن ان شاء الله يا رب يا رب يكون بالخير والسعاده لكل بيوتنا ان شاء الله. إن شاء شكرا لك دكتور محمد شكرا وشرفتنا. اعزائي المشاهدين نقدر نحصل على منتجات دكتور محمد البكري عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه. يا رب ان شاء الله كل واحد بيعاني من اي مشكله خاصه بتاخر الانجاب او العقم او المشاكل الزوجيه يا رب ان شاء الله ما يشوفها تاني وتبقى بيوتنا وحياتنا كلها سعيده. ان شاء الله يا رب نلتقي بكم دائما. كلام في الطب. تحياتي محمد الدالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.